أهلا بكم إلى اللقاء الأولى والذي نستضيف فيه الليلة من الرباط الكاتب والباحث السياسي إدريس العيساوي، حيث سنناقش معه ظاهرة الانقسامات وصعوبة تدبير الاختلاف التي تعصف ببعض الأحزاب السياسية في المغرب. في المغرب يستعد نواب برلمانيون وشخصيات سياسية منشقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يستعدون لتأسيس حزب يساري جديد. ولم يتم بعد الإعلان عن اسم الحزب الجديد، لكن مصادر أكدت أنه سيكون حزبا يساريا طامحا إلى جمع أحزاب اليسار المغربي على مشروع مجتمعي بديل. بعد أشهر من الصراع داخل أكبر حزب يساري في المغرب، خرج عدد كبير من قياداته وبرلمانيه، بعضهم صدر في حقه قرار الطرد، بينما استقال البعض الآخر وعينهم على تأسيس حزب جديد بمشروع قديم. هدفهم المعلن إنشاء حزب يساري جامع بفكر اشتراكي أصيل، يقول إنهم فقدوه في حزبهم القديم. رغم تفتيت اللي كيعرفوا المشهد الحزبي أن المغرب اليوم محتاج لإطار سياسي يدشن العملية السياسية بمنهجية جديدة بأخلاق، ويقترح مشروع مجتمعي بديل يتماشى مع طموحات الشباب ومع طموحات الشرائح المستضعفة ديال المجتمع. هناك فضاء لهذا. قيادة الحزب الأم أكدت أنها طردت بعض القياديين بسبب عدم امتثالهم للوائح الحزب ومقرراته، ورفض حزب الاتحاد الاشتراكي تأسيس التيارات الفكرية بدعوى تهديدها لوحدة الحزب، فيما يرى مراقبون أن الحكم على الحزب الوليد سيكون صعبا قبل خوضه لأي انتخابات من شأنها أن تبرز قوته في الشارع الانتخابي. هذا الحزب أولا لم يعلن عن اسمه، بعد سوف يتم تأسيسه يعني في الشهور القادمة. هو حزب منشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إذن هو ليس حزبا يتأسس من طرف أشخاص يعني جدد مثل أحزاب سابقة. طبعا الآن نحن لدينا في المغرب حاليا 36 حزب، وسيصبح هذا بتأسيسه يعني الحزب رقم 37. ويعد حزب الاتحاد الاشتراكي من أعرق الأحزاب المغربية، وكان من أكثرها تأثيرا على الحياة السياسية، وساهم في ترأس حكومة التناوب التوافقي منتصف التسعينات من القرن الماضي، قبل أن تنال منه التصدعات الداخلية وتفرخ عنه عدد من الأحزاب الصغيرة التي لم تخلق أي مفاجآت سياسية. حزب جديد ينضم لقائمة الأحزاب الكثيرة في المغرب، بين متفائل بقدرة الحزب على إعطاء دفعة قوية لليسار المغربي ومشكك في قدرة هذا الحزب، يبقى المحك الحقيقي له ولغيره من الأحزاب هو الانتخابات المقبلة. نسيت ياسين، سكاينز عربية، الرباط. ينضم إلينا الآن من الرباط الكاتب والباحث السياسي إدريس العيساوي. أستاذ إدريس، أهلا وسهلا بك معنا إلى الأولى. بداية، لو تضعنا في صورة ما حصل هذا الانشقاق، ما هي الخلفيات والخلافات التي تقف وراءه، خاصة أنه ليس الأول، هو حلقة في مسلسل يبدو قد بدأ منذ زمن طويل؟ فعلا، إذا يعني كان الاهتمام بتاريخ هذا الحزب وهو في الواقع رقم أساسي في المعادلة السياسية المغربية، ففي جر الاستقلال سنة 1958 كانت الإرهاصات الأولى لهذا الانشقاق على مستوى القيادة، أقول على مستوى القيادة، إنه الاتحاد الاشتراكي لم تكن له دائما تعيين قيادة بشكل عادي، كانت دائما في إطار من الصراعات. في بداية الاستقلال سنة 1958، في سنة 1000 يعني لما كان تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيصبح في المؤتمر الاستثنائي 1975 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تأسس حزب جديد، ولكن تم طرد مجموعة من الفعاليات وعلى رأسها عبد الله إبراهيم الذي كان يترأس أول حكومة بعد الاستقلال المغرب. كذلك تم طرد الفيصل الثوري اللي كان فيه الفقيه البصري، طرد كذلك الجناح النقابي في ذلك الوقت. بعد ذلك لم يتم تعيين أي يعني أي ريادة على مستوى أي رئاسة للحزب
إلا في إطار هذا الأخذ هذا الأخذ والرد ما بين القيادات التي كانت متواجدة. الآن ماذا يقع؟ الآن ما يقع لأنه كان مؤتمرا عقد في أعتقد المؤتمر التاسع عقد في ظروف لأول مرة أعتقد كان فيه انتخاب أربع شخصيات مهمة وبارزة داخل الاتحاد الاشتراكي. كاين هناك الكاتب الأول الحالي، كاين كذلك وجوه أخرى بحال حبيب المالكي فتح الله والعلو والمرحوم الزيدي الذي توفي مؤخرا. فكانت يعني الصراع على يعني كان هناك صراع مفتوح، أما من قبل كانت الصراعات خفية والحسابات إلى آخره، إلى حد أنه آخر مسؤول على الحزب هو يعني الكاتب الأول الذي سبق إدريس الشقر وهو الكاتب الأول الحالي، قال بأن الحزب بصدد انتحار جماعي. هنا أريد أن أسأل عن مستقبل هذا الحزب بعد هذا الانشقاق الأخير وهذه التصدعات التي تحدثت عنها، يعني على مر تاريخه في المشهد السياسي المغربي اليوم، ما هو المستقبل لهذا الحزب؟ أنا ما أظن بأنه جوهر حزب الاتحاد الاشتراكي قد مس بالداخل، ربما هناك نوع من العزوف لبعض المناضلين الذين رأوا في هذه المشادات نوع من العبث السياسي ربما ابتعدت، لكن الحزب عرف انشقاقات ومجموعة من الأحزاب التي خرجت في المؤتمرات السابقة رجعت الآن إلى حضن الحزب. هناك الآن محاولة لخلق تيار جديد، فأعتقد بأنه أصلا من ناحية السوسيولوجية حزب الاتحاد الاشتراكي فهو بوثقة، هو مجموعة من الحساسيات السياسية، ربما تدبير الخلاف داخلها هو الذي يطرح مشكل. وأعتقد أن حتى القيادات الجديدة التي تحاول أن تدخل حزبا أعتقد بأن لها يعني لن يكون لها الوجود المرغوب فيه اعتبارا لأن لها وجود انتخابي. فهي هذه النقطة أريد أن أتوقف معك، يعني الكثير متشائمون بخصوص هذه الجزئية بالتحديد لأنه يرون أنه هذا الحزب فقد أي رموز حقيقية داخله قادرة على النهوض به من جديد. أعتقد فعلا هناك بعض الوجوه التي غابت، هناك بعض الوجوه الأخرى التي لها مكانتها وهي موجودة الآن، ربما في يعني بعد الانتخابات أو قبل الانتخابات ستلعب دورا. لكن الإشكال في المغرب اليوم أعتقد بأنه إشكال أخلاق سياسية، لغة سياسية الآن نعيشها، وبعض الأحداث التي تقع ليس فقط داخل الاتحاد الاشتراكي لكن في الأحزاب الأخرى. هذا أريد أن أسأل عن هل تحولت لظاهرة هذه الانشقاقات والتصدعات في المغرب؟ هذه الظاهرة ليست بجديدة كما قلت لك، ها هي ظاهرة موجودة في مجموعة من الأحزاب. هناك حزب الاستقلال يبدو أنه الآن يلتف وراء كاتبه العام، لكن أمينه العام، لكن هناك كذلك من يتحدث عن من ينتظر الفرصة للانقضاض على يعني للقيام بثورة داخل هذا الحزب، والأحزاب الأخرى كذلك تتشكى. فأعتقد أن هناك نوع من عدم الاستقرار النفسي والسوسيولوجي بالنسبة للأسرة السياسية في مجموعة من الأحزاب السياسية، وهذا يعني جو عام قد يعني نعيشه اليوم يجعل أن الانتخابات المقبلة قد يؤثر عليها هذا الجو، ونسبة ربما المشاركة ربما ولو أنه كانت مجهودات كبيرة لتسجيل عدد أكبر عدد من الناخبين. سأتي لنقطة الانتخابات، ولكن دعني فقط أتوقف عند نقطة بناء تيار جديد الآن ربما منشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي. هل يعول على ذلك؟ قلت بأنه يعني هناك ثورات تحدث داخل هذه الأحزاب، هل فعلا تقدم شيء جديد؟ يعني حسب تقريرنا الذي سمعناه قبل قليل بأنه كل من انشق وأسس تيارات جديدة من الاتحاد الاشتراكي لم يقدم مفاجآت، ما المنتظر من هذه الأحزاب والتيارات المنشأة وليدة من أحزاب أخرى؟ خلينا نتكلم بكل صراحة، فكل هذه الانشقاقات سببها خلافات شخصية فيها طموحات لبعض الأشخاص لم يعني اعتبروا بأنه مثلا هذا الكاتب الأول مستبد ولم يعطيهم الفرصة للمشاركة في القرار إلى آخره، كانوا ربما ينتظرون أن تكون لهم حظوة معينة ولم تكن لهم.
فمجموعة خلافات شخصية تطفو إلى السطح وتبدو كأنها ضرورة لخلق تيار جديد. كل المبادرات السابقة لم تؤتي بأكلها، والاتحاد الاشتراكي أعتقد إلى حد اليوم إذا نظرنا لبعض الوجوه التي ما زالت حاضرة داخل هذا الحزب، أعتقد بأنه ما زال سيسير، ولو لم يسير بالسرعة والوتيرة المطلوبة ليؤدي أداءه المطلوب منه، لأنه لا ننسى أن حزب الاتحاد الاشتراكي يبقى مرجعية أساسية في المشهد السياسي المغربي على مر العصور، لأنه دائما كان يمثل ذلك الاتجاه الذي يحاول أن يجمع أطراف اليسار المغربي كفكر كمشروع مجتمعي، لكن هذا يبدو صعب المنال في الظروف الحالية. طب قبل الوصول إلى جزئية الانتخابات، دعني أتحدث عن ما هو جاري حاليا. عندما يحدث هذا النوع من الانشقاق أو التصدع داخل الحزب، كيف يؤثر هذا على الأداء والوجود البرلماني لهذا الحزب في البرلمان؟ يعني عندما تنسحب كتلة كبيرة من حزب ما، ألا يحدث خلخلة في كتلتها البرلمانية؟ كيف يتم التعامل مع الموضوع سواء من الناحية القانونية أو السياسية؟ أنا صراحة إلى حد اليوم، يعني حدود اليوم، لم أسمع بأنه الفريق البرلماني للاتحاد الشيخ للقوات الشعبية وقع فيه انسحابات، اللهم إلا بعض الأشخاص بالتحديد اللي هم الآن يقودون هذه الحركة، فهم خارج يعني هم داخل البرلمان لكن خارج الفريق البرلماني. وما أظن بأنه عدد نواب البرلمان للاتحاد الاشتراكي تغير فيه شيء لحد الآن. سننتظر إذا اكتملت العملية وخلق حزب وتتخذ القرار، ففي حينها ربما سيصير مشكل عددي بالنسبة حتى الأحزاب المعارضة. طب سريعا لأنه داهمني الوقت، الرأي العام بشكل عام، كيف سيتعامل الناس مع هذه الأحزاب الجديدة؟ هل ستنال ثقتهم؟ وكيف سينعكس هذا على الانتخابات؟ لا، هذا من الصعب أن تجد أحزاب جديدة في هذه الظروف الحالية، لأنه الآن أنا أعطيك مثلا، اليوم فيه كانت مشادة كلامية بين رئيس الحكومة والمعارضة وصلت إلى مستوى لا يرقى إلى مؤسسات دستورية من هذا القبيل، حيث تم التراشق بالسب والقذف إلى آخره، إلى حد أن رئيس البرلمان أوقف. فماذا تريدين من المواطن المغربي، من مواطن الشارع، أن يأمل في هذه الأحزاب ويرى فيها البديل، ولا يرى فيها على الأقل مشروع مجتمعي يمكنه أن ينخرط فيه؟ انتهى وقت حجز الأقمار الاصطناعي. أشكرك جزيل الشكر من الرباط، الكاتب والباحث السياسي إدريس العساوي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في الأولى. مشاهدينا، يمكنكم المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك.